إذا أعياك من دنياك داء وعز عليك أن فقد الدواء وأعسرت الأمور عليك صرفا وضاق الدهر وانكشف الغطاء تحر لدى بقاع الشام قبرا به لله يرتفع الدعاء توسل بالعقيلة وارتجيها ففي أكنافها يحل الرجاء حما عليا علي من إليهم بأمر الله ينصرف القضاء فإن شاهدت فيها الميت حيا وعاد على السقيم بها الشفاء فلا تعجب فإنك من تراب ومن ماء لنا ولك ابتداء وإن الماء يحيي كل شيء فكيف بمن هم للماء ماء صلى الله عليه وسلم.